شو بتشتغل عندنا؟ مستشار الأفلام والمسلسلات في المنطقة. يعني مستشار ما شاء الله عندك. نعم. يعني بتعرف للسيريس والموفيز والأفلام. سيريس؟ خاف الله إنه حاضر هالفيلم قبل فترة. يمكن خاف الله. سيريس مر عليك يعني حضرته؟ سيريس حاضر يمكن في السينما قبل أسبوعين. يا زلمة سيريس معناتها بالإنجليزي مسلسل موفيز فيلم. يا زلمة يستر على وجهك، أنت مستشار أفلام ومسلسلات. أوكي أوكي. مر عليك مسلسل هيك أولاد طلعوا رحلة على البتراء ومنطقة سياحية؟ خاف الله مر، خاف الله. بس مش أكيد، بس خاف الله مر علي. ليش في شيء؟ يا زلمة اتذكر يعني مر عليك هيك إشي يعني؟ والله خاف الله مر إشي أطفال، إشي تعليمي، إشي سياحي، مش عارف، بس خاف الله إنه مر. شو ماله؟ سياحي سيو يا أخوي، تعليمي إيش؟ ولديك بروح إشي سياحة وتعليم وكشافة وبخيمة وكذا وأشياء. يعني أنا أكون صريح معاك، اطلعت على رؤوس أقلام يعني، فأنا شفته إشي سياحي وتعليمي يعني. بكتشفوا الشباب ما شاء الله بكتشفوا. نعم. سياحي وبغنوا ممكن وبرقصوا كمان. يا زلمة ولو غير تجلطني أنت، ولك هذا ولد بيطلع رحلة وبركبوا جن، الله ريت وراكبوا مليون جن إن شاء الله، خرب بيتنا. شو ماله؟ شو في إشي؟ شو فيه؟ أحضره يا عم. أنا بدك تحضرني هلا أولاد صغار طالعين لي رحلة وبيخيموا وبغنوا في الباص. يا شوفير دوس دوس، الله يبعث لك عروس، الواحد عايف حاله. يا زلمة إن شاء الله يدوسوا على راسك، بقول لك خذ أحضره الليلة، أحضره لحالك. بين العصر والمغرب مرت شلة زبالة، مرت شلة زبالة. بدكوش تناموا؟ لسه بدري، الساعة 9. وانت يا حبيبي فيش عندك مدرسة بكرة؟ عطلونا بكرة، ما انت شايف الضباب برا معبي الدنيا. الله طلال ابو غزالي بتولع معاه اذا بكرة عطلة. في عمان بنزل نقطة مطر بقول لك عمان تبرك. خليكم. حبيبي كميل. اسمع، في حدا عندك بالشقة؟ فاضية؟ بدي اياه. لا لا يا زلمة شو هذا راح باله بعيد. لا لا بدي احضر مسلسل تعليمي. اوكي. لا ما بيهمني حبيب قطار من الوزاره كلها. شو مين الحلاوه هاد؟ الله 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 الله، اهدى شوي. طلعوا على الصخره. الله 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 الله. طلعوا في الباص. اخلع 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 اخلع. حبيب حبيب تحكي ليش؟ حبيبي بشمطك بوكس بجيبك على حدود السعوديه، يم حدود ايران. اوعى عمرك تحكي حبيبي. خلاص حقك علي. المهم في مخرج هسه جاي من برا بده يصور في منطقه سياحيه. قول له مش موجود، قول له انتقل على صندوق الدولي. كيف مش موجود؟ اذا ميك بالك شايفك اذا مالك. طب خلص فوته. يلا تفضل تفضل استاذ. اهلا وسهلا. معك ناجي ابو سهيلة، مخرج اكشن وافلام تاريخيه. افلام تاريخيه، كلكم بتحكوا افلام تاريخيه وبتطلع افلام بلاوي في الاخر. تفضل يا استاذ. استاذ احنا حابين نعمل فيلم عن الحقبه التاريخيه الرومانيه، عن الامبراطور انطونيو بانتينيوم. انطونيو بانتينيوم ماله؟ بانتونيوم. ما هو بعرف انطونيو بانتينيوم ماله؟ يعني حابين نستشيركم اذا في شيء يعني. كم شخصيه في الفيلم؟ في اربع شخصيات بيطلعوا رحله وبيتوهوا بالصحراء يعني. لا وات، بيطلعوا رحلة، الكل بيطلعوا رحلة وبيسووا بلاوي زي المسلسل تاع جماعتنا. احنا بدنا نعمل فيلم تاريخي، الامبراطور انطونيو بانتينيوم يعني بيطلع له جن. شو؟ جن؟ خلع جن؟ لا يا حبيبي الا الجن دخيلك. قيم الجن ما يطلع له جن، يطلع له ضبع، يطلع له سخل، يطلع له برجل مسلوخة. غير في الفيلم ما يطلع له جن نهائيا. احنا فيلم يعني تاريخي بالكلاسيك بالعربية الفصحى. طب خلص توكل على الله حبيبي وصوره. تحكي ليش حبيبي؟ خلص يا حبيبي ماشي. تحكي ليش حبيبي يا أخي؟ عم شو نحكي لك؟ احكي لي جزمة برقبة بقدرة برباط
بس تحكيليش حبيب. يلا تفضل جزمة بربا تفضل. ثانك يو. فايف فور ثري تو اكشن. وفجأة نادت علي لك يا هشام، وينك يا هشام؟ ولكت يا زلمة تمثيلك زي الحفايتي يا زلمة. زلمة شو بتحكي لي سوري انت في باب الحارة يا زلمة؟ قل له أين أنت يا هشيم؟ أين أنت يا هشيم؟ عيد من وراي، أين أنت يا هشيم؟ أين أنت يا هشيم؟ صرنا عايدين المشهد 35 مرة. أجين تيك تو فايف فور ثري تو أكشن. اسمع بتفوت عليهم بتسجل كل شيء بيحكوه، اي كلمه بيحكوها من الممنوعه هذه على طول بترن علي على طول. ماشي خلص تمام اوكي حبيبي. تمام حبيبي. اذا ما بتحكيليش حبيبي انا بس بحكيها، حبديش حد يسرقها مني. ماشي انت هيك بتخفي؟ متخفي شوي. شو يا زلمه لابس تنوره ستك؟ لازم هذا من وسط البلد جبتها. تمام اطلع 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 اطلع. ممتاز 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 المشهد عجبني. اللي بعده يا فهد اللي بعده. يلا وقف تصوير وقف التصوير. مين اسمه فهد؟ مين فهد؟ انا فهد يا زلمه مساعد المخرج اسمه فهد. في حدا في الممثلين اسمه فهد؟ ما فيش حدا يا عمي ما فيش اسمه. دخيلك الا فهد دخيلك يا عمي. ما فيش هذا اسمه فهد سميره فدوى. كيفك يا فدوى؟ خلص كمل تصوير اسمه زمي. يلا شباب اللي بعده اللي بعده. يلا يلا حضر لي اللي بعده حضر لي اللي بعده. صرت عايد مليون مرة على الأكشن بتركضه فاهم؟